ولإنسانه الجميل. صحيح، نبدأ أول محطات هذا الصباح الجميل بهذا التقرير الذي يحوي سد السلف، نتابع. يتمتع السودان بمناظر طبيعية خلابة قوامها الخضرة والماء، الأمر الذي جعل معظم ولاياته تحظى بمواقع سياحية متميزة. سد السرف بولاية القضارف واحد من تلك المواقع. انشأ السد في العام 94 و900 و1000 بقرض توفير مياه الشرب لسكان مدينة القضارف، ولكن بفضل موقعه الاستراتيجي الواقع على الطريق القومي الخرطوم بورسودان وتوفر مقومات السياحة بكافة أشكالها، تحول السد إلى منتجع سياحي يقصده الجميع. لقد أصبح منتجع سد السرف ملاذا ومتكئا لسكان ولاية القضارف، يلجؤون إليه للاستجمام والراحة من عناء العمل اليومي المتواصل، وساحة يقضون فيها أوقات الفراغ بعيدا عن صخب المدينة وضجيجها. الموسيقى والمسرح يشكلان حضورا بهيا في المنتجع، فالكل ملتف أو منضم إلى مغن أو فرقة مسرحية، وهناك من حضر من الأهل والأصدقاء بقاعاتهم سواء كانت تقليدية أو حديثة. كل ما في الأمر أنها تؤدي غرضها بغية التطريب الذي يبحث عنه الكل، وليس في الأمر عجب أن تستمع إلى الأغاني العربية والموسيقى الأفريقية الصاخبة التي تعطر سماء المنتجع في آن واحد. الترويح والترفيه داخل منتجع سد السرف السياحي ليس منحصرا على سكان ولاية القضارف فحسب، فهناك من جاء من ولايات الجوار ليستمتع بأمسية سعيدة بصحبة أبنائه، بل ظل البعض منهم يغتنم فرصة العطل والمناسبات والأعياد ليقضيها بين أشجار ومياه المنتجع وأنس الأحباب والأصدقاء. الجميع متفقون على أن منتجع سد السرف السياحي يتميز بطبيعة ساحرة وتتوفر فيه كل مقومات الجذب السياحي، لكنه يفتقر إلى التنظيم والتنسيق الداخلي وإلى اللمسات الجمالية في بعض جوانبه، والتي لو تمت معالجتها لأطفت على المنتجع بهاء وجمالا. وإن كانت هناك شكوى من مرتادي المنتجع وقاصديه، فهي تتمثل في خلوه من حدائق الحيوان والتي تم ترحيلها إلى ولاية كسلا. فوجود حدائق الحيوان بجانب المنتجع حسب قول الكثيرين من المداومين على التنزه فيه يزيد من عددية الإقبال عليه، خاصة من شريحة الأطفال الذين هم الأكثر تعلقا بها ويرددون السؤال عنها بتكرار.